بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا كانت مقابلة يعني قوية في الشوط الأول بين فريق النادي النجم وفريق الجشف مستوى، ولكن الحكم للأسف الشديد فبعد ما قدم الفريق ديال الجشف التقني على التحكيم ديالو، ولو أنهم تحكيم في المستوى يعني قلب المقابلة، مما أدى إلى يعني أخطاء مجانية. يعني نتعنى الكارت روج وصفرين إنذارات مجانية كذلك، هذا لا يشرفنا بتاتا، لا نحن لا عصبة سوس ولا كذلك. فمثل هذه المقابلات وكذلك قسم التعليق نتمنى من المديرية الجهوية يعني التحكيم باش ترجع الأوراق وترجع علينا الحكام القدام اللي كانوا، ولو أنهم أنهم في المستوى أحسن من هذا، وخا يجيب تيست وخا يجيب اللي بجبها، فالحكم لا حتى السومينيم ربما إلا عطيناه الحكم السومينيم. داك الشيء علاش طرنا وخرجنا، ما يمكنناش نستمروا في هذا الطرد الأول، صبرنا طرد الثاني ايوا، فكيفاش غدير انا فوتو طارد مجاني يكون اللي كان كيستحقو؟ حتى شيء باهت جدا. بالنسبه للعفاء اللي طلبت انا سميتو الوصبه كتاب المدير عفوا، بالنسبه للعفاء كان واحد النظام ممكن تحضرتو فيه ك يعني منبر رياضي كنحضر انا، طلبنا واحد النظام صعود كنا اشتغلنا فيه منذ بدايه البطوله. المكتب المديري والسيد الرئيس يتحمل المسؤوليه ربما فهاد، لان كان معنا هما واكب معنا هذا سميتو، كان يعني حتى الاخير قلت حتى الاخر باضافه فروق يعني في الصحراء ويديروا مجموعه في الصحراء، فما قبلش هذا سميتو، لان كنا تنتقدموا به تيقول لي السيد الرئيس خليه 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 خليه، فهذا كره القدم داخلها. فهذا الشيء علاش عفيت من سميتو، طلب انا السيد الرئيس انه غيدير واحد الاجتماع مع الأندية عما قريب إن شاء الله، ويشرح الناس هذا المضامين ديالو، الحمد لله. فحنا ولا ومع ذلك فمكتب المديري في عصبة السوس مكتب جد ممتاز وغادي مسيح ألفا، إنما تجي شي في هذه المسائل بدات تسيتونا أن الناس ديال كرة القدم داخل القاعة فيستحقون كل تنويه، وبغينا نزيدوا هذا الكرة قدامنا، وشكرا.